يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد المعلمين طار عليه حادث، فاتفق الطلبة أن يعملوا له غداء جماعيا بعد خروجه، فهل لهم ذلك أو يعتبر هذا من هدايا العمال؟ يعني إكراما له، جميل لهم. هو شو يقول؟ اتفق الطلبة، هو أحد المعلمين، ايه؟ يقول فاتفق الطلبة أن يعملوا لهذا المعلم بعد خروجه غداء جماعيا. هذا لا بأس به، هذا من باب الإكرام، أو ما أعطوه شيء، الممنوع أنهم يعطونه شيء التملك، أما أنهم صنعوا له طعاما واحتفوا به وأكرموه لا بأس بذلك. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.